الآن تقريبا الساعة 1:40 من يوم السبت 22 محرم 1436 داخل محافظة العيس، مباشر من داخل محافظة العيس. تهطل الأمطار الآن، اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة يا حي يا قيوم، وعم بنفعها جميع أرجاء البلاد. اللهم عم الخير على بلاد المسلمين يا حي يا قيوم، يا رب لك الحمد والشكر.